عمرها بعمر الاستقلال، ترافق القادم والمغادر، تراقب، تتعقب، تترصد المخالفات، وتقتفي أثر المشبوهين. الجمارك الجزائرية مؤسسة كانت حاضرة مباشرة مع فجر الحرية لتشهد بناء جزائر ما بعد الحقبة الاستعمارية. مرت الجمارك الجزائرية بمحطات تاريخية هامة، وقد استمر نشاطها بعد الاستقلال المجيد. كانت آنذاك مصلحة من بين المصالح التابعة للهيئة التنفيذية للحكومة المؤقتة، وقد شهدت تعديلات تنظيمية ووظيفية بداية منذ سنة 1963، أين تم إصدار أول تعريفة جمركية جزائرية، وكذا إنشاء مديرية فرعية للجمارك تابعة لمديرية المالية الخارجية. واصلت الجمارك الجزائرية إسهاماتها في كل مراحل البناء والتشييد عبر مرافقة الاقتصاد الوطني وحمايته. توالت هذه التعديلات إلى غاية سنة 1982، أين أصبحت مديرية عامة إلى غاية اليوم، وهذا تماشيا مع السياسة الاقتصادية للبلاد، مرورا بالاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد المبني على حرية المبادلات التجارية. كما انضمت إلى مجلس التعاون الجمركي والمعروف حاليا بالمنظمة العالمية للجمارك في سنة 1966، تلاها إصدار أول قانون جمارك جزائري في سنة 1979. على مستوى المطارات ترافق الجمارك المسافرين وتسهر على توفير ظروف الراحة لهم من خلال التسهيلات المقدمة. يعمل أعوان الجمارك بمختلف رتبهم ووظائفهم على التطبيق الفعلي والصارم لتعليمات السيد المدير العام للجمارك، التي تتمحور أساساً على الأداء المتميز خلال معالجة الرحلات الدولية، مع تقديم تسهيلات الجمركية للمسافرين والحرص على المدة الزمنية التي يقضيها المسافر بالمطار قبل المغادرة، حيث لا تتعدى المدة الزمنية 7 دقائق، وذلك باعتراف المسافرين أنفسهم. أنا جيت من باري شار ديغول لهنا الهواري بومديان. الحمد لله الاستقبال كان مليح، ما طولناش في لاديوان، فتنا من با 5 مينوت الحمد لله. لا تونت يا با دا تونت فرانشمان سي سوبر بيان، لاكوي شالورو اي سي توجور باراي ا شاك فوا كو جو فيان سي توجور ايسي شوي تري تري كونتان. تقديم تسهيلات لا يعني إغفال دور المراقبة والتصدي لكل تهديد أو مخالفة. عبر جهاز سكانر يتم تعقب كل ما هو مصدر للشك. الآن العون يتفحص عن طريق جهاز سكانر في الأمتعة. عندنا نوعين من الأمتعة. النوع الأول الأمتعة التي لا تشكل خطر وليس فيها بضاعة ذات صبغة تجارية، مباشرة يعني تخرج مباشرة إلى القاعة أين يتلقاها المسافر ويخرج مباشرة من المطار. النوع الثاني من البضائع اللي هي البضاعة التي تشكل خطر على الأمن وعلى الاقتصاد، مباشرة العون يقوم بتسجيلها وإشعار العون المكلف بالتفتيش الدقيق. وبنفس اليقظة يتعامل أعوان الجمارك مع الأمتعة المحمولة يدويا وحتى مع المسافرين أنفسهم. المحجوزات المختلفة على مستوى المطار لدليل قاطع على جاهزية وفطنة ومثابرة أعوان الجمارك بمختلف رتبهم ووظائفهم في التصدي الصارم لكل ما ينخر الاقتصاد الوطني، الخزينة العمومية، وصحة المواطن والأمن القومي. بالنسبة للمواطنين المقيمين والغير المقيمين، هم ملزمون بالتصريح كتابيا لدى مكتب الجمارك كما ترون بالقيمة التي تفوق 1000 أورو، بالنسبة للمواطنين الأجانب بقيمة التي تفوق 5000 أورو، إضافة إلى الأشياء ذات القيمة والمجوهرات والمعادن الثمينة. محجوزات بالجملة تكاد تكون يومية، تصنف في خانة الممنوعات والمحرمات ترصدها عناصر الجمارك. أنا عفوا نحير مواطن
يجيب حاجه كيما هذه واش راح يعمل بها؟ هنا لي جمال هادو سوميز اوتوريزاسيون. المواطن اللي يجيب حاجه كيما هذه هذا سي ان بيستولي ا غاز لا بريسيون، هذا يقدر يوظفه في حاجه اخرى، هذا ممنوع من عند باتن. هذا دون أن نغادر المطار نجد قسماً آخر من أعوان الجمارك لا تغيب أعينهم عما تحمله طائرات الشحن. وظيفتهم حماية الاقتصاد الوطني. تقوم مصالحنا يومياً بمراقبة التصريحات الجمركية المكتتبة من طرف وكلاء العبور، ويتم برمجة عملية المراقبة والجرد للبضائع ومراقبة مطابقتها للتشريع والتنظيم الجمركيين، وكذلك في نفس السياق رفع المخالفات الجمركية بالنسبة للبضائع الغير مطابقة للتشريع والتنظيم الجمركي. في هذه القاعة يقدم المصرح الجمركي الوثائق التعريفية بكل تفاصيلها عن البضائع سواء الموجهة للتصدير أو الاستيراد. احنا مصرحين جمركيين، احنا تابعين يعني لو ليان تاعنا مع اداره الجمارك. لامبورطاتور لوي ميم المستورد كيجي بار اكزومبل الماشونديز سلعه، احنا واش كاين في لا فاكتور في الفاتوره تاعو نصرحوه لاداره الجمارك، ومن بعد يعني تتم عمليه فحص السلع من طرف اداره الجمارك. نقوم بتوزيع التصاريح الجمركيه على المفتشين، مفتشي الفحص بدورهم هم يقومون بمراقبه الوثائق للتصاريح الجمركيه، وبعد ذلك مع فرقة الفحص أعوان الفحص يقوم المفتش بمراقبة العينية للبضائع. يتم فحص البضائع إداريا ثم التأكد من مدى مطابقتها على أرض الواقع قبل السماح للمتعامل بشحنها. هنا أيضاً تقدم الجمارك تسهيلات للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والمستثمرين. يمكن حتى للمتعاملين الاقتصاديين أنهم يطلبوا من مصالح الجمارك الإعانة والتوجيه من خلال طلب بعض المعلومات فيما يخص البند التعريفي للتصريح مسبقاً، لهذا يساهم في اجتياز أي منازعات جمركية يمكن أن تقع مع مصالح الجمارك. نغادر المطار لنتوجه نحو الميناء، فهنا منسوب اليقظة لا ينبغي أن ينخفض، فبنفس القدر من الحيطة يتعامل أعوان الجمارك مع كل المسافرين، خاصة في المواسم التي تزيد فيها الحركة وتكتظ أروقة الميناء بالسيارات. عارف ميناء الجزائر حركية كبيرة في حركة المسافرين، أي حوالي 115 ألف مسافر، 38 ألف سيارة، وذلك من الفترة الممتدة من 1 جوان 2022 إلى غاية اليوم. على العموم رقابة انتقائية، كما يمكن الانتقال إلى الفحص الشامل، وذلك بآليات مساعدة منها مرور البضائع على أجهزة سكانر أو على المرأب للتفتيش الدقيق. صرامة أعوان الجمارك لا تنسيهم أن يضعوا المسافرين في أريحية من خلال تسريع إجراءات العبور وعمليات المراقبة والتفتيش. بكل صراحة دوبي الديبي الجمارك كانوا مهنيين، خدموا بكل احترافية. يستمر عمل الجمارك بكل الأماكن التي يمكن أن تشكل تهديداً للأمن وتؤثر على الاقتصاد الوطني. تفوت الشاحنة يتبين لنا الصورة ونشوف السلعة اللي راه فيها داخل الحاوية، يا هل ترى واش كاين في الحاوية واش كاين في البيتا، يعني كيف كيف، ونعطيه لها الملاحظة تاعي. إذا كان السلعة فيها بوليتيلان بار اكزومبل وحنا نلقاو لي شاز راه يفوز ديكلاراسيون، بطبيعة الحال راح نعطي لها ملاحظة تاعي سوسبي. في الميناء كما في المطار شحن السلع والبضائع تخضع لفحص دقيق، ولو أن العملية هنا أدق
بالنظر إلى الكم الهائل من الحاويات التي تنتشر على الرصيف. يتم مراقبة مدى مطابقة ما تم التصريح به من حيث نوع البضاعة، كمية البضاعة، قيمة البضاعة، منشأ البضاعة، مصدرها. عملية الفحص تكون في بعض الأحيان معمقة عندما يتعلق الأمر ببضائع حساسة للتهريب أو مصنفة في الرواق الأحمر. العملية التي يقوم بها أعوان الجمارك في الحدود البحرية والجوية تستمر عند المعابر الحدودية البرية وفي الطرقات. يتم ممارسة المهام الجنائية الموكلة لدى مصالح المال. نحن نقوم بتفتيش ميداني روتيني على مستوى نقطة تفتيش جمركية، وذلك بمرافعة الوثائق الرسمية مثل الفواتير والسجل التجاري. يتم نصب الحواجز للتحقق من الوثائق والحمولات والفواتير. مراقبة تدفق البضائع على كامل إقليم التراب الوطني، وذلك من خلال مراقبة حيازة الوثائق التي تثبت الحيازة الشرعية لتلك البضائع، كذلك مراقبة البضائع المحظورة التي يتم تداولها على مستوى الإقليم الوطني، سواء مفرقعات، سواء أسلحة، سواء بنادق الصيد بدون رخصة، مختلف البضائع المحظورة. لم تنقطع جهود الجمارك الجزائرية على الحدود البرية والجوية والبحرية وعلى مستوى تحيين القوانين والتنظيم الإداري بشكل سمح لها بتعزيز مكانتها والتموقع عالمياً. تم مؤخراً بموجب قرار لمجلس المنظمة العالمية للجمارك اعتماد عضوية الجزائر ممثلة في الجمارك الجزائرية ضمن لجنة التدقيق بمجلس المنظمة، وكذا الإسناد إليها وبالإجماع نيابة الرئاسة بذات اللجنة. كما تم بعنوان سنة 2022 اعتماد 4 إطارات مركزية للمديرية العامة للجمارك بصفتهم خبراء دوليين مكونين لدى المنظمة العالمية للجمارك في مختلف التخصصات. الجمارك الجزائرية جهاز فاعل يسهر على خدمة الاقتصاد الوطني من خلال القضاء على التهريب بكل أنواعه بما فيه العملة الصعبة، وكذا الحد من أسباب الجريمة بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية، رافق كل مراحل الاستقلال وسيستمر خدمة للجزائر.